يعني اللي هم دلوقتي حاليا الشباب يعني، واكتر الروايات هي يعني زي الكاتب احمد مراد مثلا اللي عامل الفيل الازرق اللي هو بتاع كريم عبد العزيز، وهبته برضه وروايه هبته، واعمار يعني اللي بيقروا الكتب دلوقتي معظمهم من الشباب يعني 14 سنه لغايه مثلا الكليات او بعد الكليات كمان. الناس زمان يعني من 30 سنه كده او 25 كان في ناس كلها بتقرا، بنات وصبيان ورجاله بيقروا كتب تاريخيه، كتب ادبيه، كتب دينيه، كتب فلسفيه. النهارده ما فيش حد بيقرا غير الشباب اللي زي كده، بيقروا روايات خياليه، يا ريت روايات واقعيه كمان. اللي بتتباع اكتر حاليا الروايات الجديده الادبيات، دي اكتر حاجه بتتباع حاليا يعني، زي روايات مثلا احمد مراد، روايات محمد صادق، الدكتوره خولي حمدي، الدكتور احمد خالد توفيق كده وامثالهم كلهم. لا معظمهم طبعا بنسبه كبيره يعني 80% الروايات يعني الجديده دي موجوده، يعني الحاجات القديمه يعني قليل حاليا. دلوقتي هو طبعا زي ما قلت في كل كافه كل حاجه، بس دلوقتي احنا في زمن الروايه زي ما بيقولوا، الروايه هي الطاغيه على المبيعات. لان السياسه كان الاول القارئ بيجري على الكتاب السياسي عشان ياخد منه المعلومه، اما دلوقتي شبكات التواصل مع عندك الشو تويم الشو يعني اللي هو اللي بيبقى باستمرار، الحدث بيجي بتفتح القناه بتلاقي كله تحليلات عليه. فالكتاب السياسي مش زي بقى الروايه، يعني احنا تقدر تقول احنا عايشين في زمن الروايه. شخصيه مصر بتاع جمال حمدان ده احسن كتاب في القرن العشرين. اما بالنسبه للادب والمترجم في الكفاحي الهترال وفي جفارة وفي الأمين المكفلي، ده بيتكلم في علم السياسة، وده تاريخ هترال، ده تاريخ أمريكا. لا هو بعد ثورة يناير السوق كان كويس لحد طبعا بقى شايفين الأحوال دلوقتي مش مظبوطة. اللي شغال في السوق الروايات التنمية البشرية، كبار السن طبعا بيقروا بقى الشعر حاجات الأدب القديم، المصريات القديمة، الأدب المترجم. إيه آخر كتاب قريتيه؟ هب روايات وشعر وقصص حاجات. وأنتي بتحبي تقري لمين؟ أو بتحبي تقري إيه؟ بحب أقرأ كتب كتير وأشوف إيه اللي فيها وإيه المميزات بتاعتها الروايات عامة سواء خيالية أو أدبية. يعني الكتاب الشباب دي اللي هو الجديد، يعني ما بحبش الكتاب الجداد. آخر حد قريت له؟ مصطفى صادق اللي هي ربع جرام.